أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صرح مجلس الوزراء السعودي أن عدد المعتمرين لهذا العام سجل رقما قياسيا جديدا وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس في تغريدة لها على تويتر، حيث وصلت عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة للمعتمرين إلى أكثر من 6,750,000 تأشيرة. قصفت طائرات قوات الأسد مناطق بلدة الصمدانية الغربية، يأتي هذا بعدما استكملت هدنة الجنوب السوري يومها 15 منذ بدء تطبيقها في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة. وعد المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الهجمات خرقا جديدا للهدنة الهشة. تسلم مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تقرير اللجنة الطبية التي كشفت على جثث السوريين الأربعة الذين فارقوا الحياة بينما كانوا رهن الاحتجاز العسكري إثر إلقاء القبض عليهم في منطقة عرسال. ووفق ما أورد التقرير فإن وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف. أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك بأن داعش أصدر حكما بإعدام أحد أبرز قادته بتهمة التجسس في قضاء الحويجة جنوبي غربي المحافظة. قال المرصد إن ما يسمى برئيس المحكمة الشرعية بتنظيم داعش أصدر قرارا بإعدام أحد أبرز قادة التنظيم في قضاء حويجة ويدعى أبو عمر الجبوري وهو مقرب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. أصدر أو أكد مصدر أمني مصري قتل 9 إرهابيين وضبط 10 مستشفيات ميدانية ومخزن متفجرات تابع للإرهابيين في حملة أمنية للجيش المصري في جنوب العريش شمال سيناء. رصد خفر السواحل القبرصي قاربا كان على متنه أكثر من 140 مهاجرا من المرجح أنهم يحملون الجنسية السورية قبالة شواطئ مدينة بافوس غربي البلاد. أكدت الشرطة أن القارب انطلق من منطقة مرسين التركية التي يلجأ إليها عدد كبير من السوريين بسبب حدودها المشتركة مع سوريا. تعهد الرئيس الفلبيني أثناء خطابه السنوي أمام البرلمان أنه ماض في حربه على المخدرات المثيرة للجدل وذلك بحسب تعبيرهم التي أدت إلى مقتل الآلاف، متحدثا عن انتهاج سياسة العين بالعين لإقرار العدالة. الرئيس الفلبيني الذي خصص قسما كبيرا من خطابه حول وضع الأمة دفاعا عن سياسته الرامية إلى فرض القانون والنظام، الأمر الذي عزز شعبيته في أنظار الكثير من الفلبينيين. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.